معانا الحاجة كانت حالة لمفزيما، كان رجليها تورم، يعني رجليها كانت قد كده يعني ما شاء الله، يعني مرتين ثلاثة الحمد لله. ده بعد 6 أيام بس، بعد 6 جلسات زي ما احنا شايفين النتيجة، المية راحت خالص من رجليهم. احكي لهم انتي عن تجربتك بقى مع الليمفيديما عندنا هنا في السنتر. انا جيت للدكتوره لما شفت لها فيديوهات على اليوتيوب وعلى النت، فقلت الحالات اللي شفتها زي الحاله بتاعتي بالظبط، لان رجلي كانت متضخمه بطريقه يعني ما اقدرش اوصفها لكم بصراحه. حاسه ان هي كانت يعني هتتفرقع هتنفجر، والعروق ما كنتش بقدر المسها، يعني لما باجي انام واجي احطها على السرير كانت بتألمني جامد. ودلوقتي بقى لا الحمد لله بتحرك وخفيفة ورجلي بنقلها، ما كنتش بقدر انقلها وانا ماشية من على الارض من التقل بتاعها، الحمد كانت لله. حركتي خفيفة بطريقة ما فيش بمعنى اصح حركة خالص، انما دلوقتي برفعها لوحدي وامشي وارفعها من على الارض، والحمد لله يعني احسن من الاول بكتير نشكرك جدا بعد فضل جدا، ربنا وفضل الدكتورة طبعا. ربنا يخليكي، الحمد لله يا حبيبة يعني قلبي. بصراحة الدكتورة رانيا يعني مش قادرة اوصف لكم، يعني ذوق وجميلة جدا وعسل وكفاية.